الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن تقوى الله هي أفضل العدة في الدنيا والآخرة وإنه من اتقى الله في هذه الدار سعد هنا وسعد في تلك الدار ومن كانت حاله غير حال التقوى ومن كانت حاله غير حال التقوى فحاله غير حال السعادة في الدنيا والآخرة إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وقال ربنا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اللهم أدخلنا في فضلك ورحمتك. وقال ربنا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم أنه يهدي من اتبعه سبل السلام، أي طريق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، وينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم أنجب الأمور وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. عنوان خطبة اليوم: أخلاقيات الأزمات في الجزء الخامس. سبق أيها الإخوة أن الأزمات عادة ما تكشف المعدن النفيس للناس وتميز الخبيث من الطيب،
ولئن كنا مدعوين للتحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن مساويها في كل وقت، فنحن في الأزمات أشد حاجة لهذا التحلي والتخلي. ولقد عرضت الخطب الماضية لأخلاق ثمانية في أخلاقيات الأزمات: عدم الهلع، والأمانة، والتراحم، والتكافل، والتثبت، والأمل، ومراعاة حدود الشرع في الدماء والأموال والأعراض، وحفظ الكلمة. وتعرض خطبة اليوم لخلق تاسع مهم جدا في الحياة عامة وفي الأزمات خاصة، إنه الثقة بموعود الله، أن تثق بوعد الله تعالى لك. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه اللام في لنحيينه واقعة في جواب القسم، يعني أقسم لكم لنحيينه حياة طيبة. والنون في آخرها نون توكيد ثقيلة، لنحيينه، قسما يا عبادي أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد، والمؤمن يثق بموعود الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، يعني عن أوامري وعن نهجي وعن طريقتي، فإن له معيشة ضنكا، سأجعله يحيا في هذه الحياة حياة شديدة مؤلمة قاسية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا وعيد، والمؤمن يثق بموعود الله. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا وعد. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. هذا وعيد. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا وعد. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. هذا وعيد. ومن أخلاقيات المؤمن عامة وفي وقت الأزمات خاصة الثقة بموعود الله تعالى. يا أيها الإخوة، هل تعلمون أحدا أصدق من الله حديثا؟ أم هل تعلمون أحدا أصدق من الله قيلا؟ قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. إن الله تعالى أيها الإخوة أنزل هذا الدين، وهو جل جلاله جعل عباده فريقين، فمؤمن بأمر الله ووعده ووعيده ينتظر السعادة، ومكذب فاجر يسعى إلى الشقاوة. وهو جل جلاله وعد بنصرة دينه وإعلاء كلمته وإعزاز الحق وأهله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره المشركون، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته يحفرون الخندق استعدادا لغزوة الأحزاب، إذ جمعت قريش جموعها من العرب وجاءت بجيش عرمرم فيه 10,000 مقاتل، ما مرت بحيا من أحياء العرب إلا استثارته ودعته للخروج معها حمية وعصبية جاهلية. في ذلك الجو العصيب قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي صخرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب مني، فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي نزل فأخذ المعول من يدي فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة، قال: ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى، قال: ثم ضرب به الثالثة فلمعت تحته برقة ثالثة، قال: قلت بأبي وأمي يا رسول الله، ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال: أوقد رأيت ذلك يا سلمان؟ قال: نعم. قال: أما الأولى فإن الله فتح علي بها اليمن. النبي في الخندق محاصر، جيش عرمرم سيأتي قادم إليه، وهو يحفر في الخندق، قال له: فتحت علي اليمن. وأما الثانية فإن الله فتح علي بها الشام والمغرب، وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق، الشرق والغرب والشمال والجنوب. يومها قال اليهود والمنافقون: إن محمداً صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه بملك كسرى وقيصر، وإن أحدهم لا يأمن على نفسه أن يذهب ليقضي حاجته، وإن أحدهم لا يجد الطعام يطعمه، وهو يقول لهم: ستفتح لي وتفتح لي وتفتح لي. إنه ثقة بموعود الله تعالى، لكنها ثقة المؤمن أيها الإخوة بموعود الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ففي أحلك المواقف وأشدها لا يتزعزع يقين المؤمن بنصرة الحق. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وتمر الأيام على المسلمين وتفتح الشام بالفعل، وتفتح العراق يقينا، وتفتح مصر، وفتوح في المشرق، وفتوح في المغرب، وتحمل كنوز كسرى وقيصر لتكون بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويدي عثمان، ويبكي عمر عندما يشاهد هذا المشهد حتى يرحمه من كان عنده، ويوزع تلك المغانم على المسلمين.
يقول أبو هريرة رضي الله عنه حين فتحت هذه الأمصار: افتتحوا ما بدا لكم، فوالذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله سبحانه محمداً مفاتحها قبل ذلك. هذه هي الثقة بموعود الله تعالى. كانوا في ظرف عصيب، وعدهم الله تعالى إن اتبعوا الحق أنهم سيكونون مع الحق الفائز والمنتصر، فكان ما وعد الله تعالى به، وصدق الله وعده، وأنجز للمؤمنين عهده، وصدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام مسلم: إن الله زوى لي الأرض، يعني جمعها وضمها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا وعد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يرويه ابن حبان في صحيحه: ليبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزًا يعز الله به الإسلام، وذلًا يذل الله به الكفر. فيا أيها الإخوة، هذا مثال عن ثقة المؤمن بموعود الله تعالى، ولو كانت الأزمة شديدة، ولو كان الأمر صعبًا، فما دمت منضبطًا بأمر الله تعالى فأنت على خير، وأنت تمشي نحو صواب. لكن من خالف أمر الله، لكن من تنكر لأوامر الله، لا بد بأن موعود الله عز وجل سيناله. فمهما طافت بالمؤمن أزمات، ومهما حامت حوله شدات، ومهما سعت إليه بليات، فهو محفوف بعناية الله، واثق بوعد الله ما دام على الحق، وما دام مؤمناً بأن العاقبة للتقوى، وبأن العاقبة للمتقين، وبأن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مرة رأى الباطل الحق، فقال الباطل: أنا أعلى منك رأساً. قال الباطل للحق: أنا أعلى منك رأساً. فقال الحق: أنا أثبت منك قدماً. قال الباطل: أنا أقوى منك. قال الحق: أنا أبقى منك. قال الباطل: أنا معي الأقوياء. قال الحق: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال الباطل: أستطيع أن أقتلك الآن. قال الحق: لكن أولادي سيقتلونك بعد حين. الحق يا أيها الإخوة أحق أن يتبع، وأحق أن تمشي معه، وأن تسعى وراءه، وأن يسعى وراءه كل عاقل في هذه الأرض. فيا أيها الإخوة، الثقة بالله وبموعوده تذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. حتى لو كانت أزمة، ولو كانت شدة، هي خير. وفي صحيح هذه الرواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن
عجيب أمر المؤمنين، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن الثقة بموعود الله تعالى تذكرنا بقول الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتذكرنا بقول الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم أسرع بفرجك لنا ويسر لنا أمورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.